كلام كتير بيتردد عن قصة الكسوف الجزئي للشمس اللي هتشهده الكرة الأرضية النهاردة، ربما بيأتي بالتزامن مع نهاية شهر ربيع الأول وعند اقتران أيضا شهر ربيع الآخر. في ناس بتقولك اوعى تبص للشمس علشان ممكن تصاب بالعمى، وفي ناس بتقولك لا البس نظارة، وحديث كتير جدا على قصة الكسوف. هل هي بالفعل مجرد يعني ظاهرة فلكية، ولا هل ممكن نستفيد منها ونطوقها في حاجات كتير؟ خلينا نتعرف على الموضوع ده بشكل اكتر. معنا على التليفون الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضراتكم، ويوم جميل سعيد ان شاء الله. اهلا بحضرتك. السؤال الابرز النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، هل النظر للشمس مباشره النهارده اثناء يعني فتره الكسوف ممكن يسبب العمى فعلا للعين؟ بالفعل النظر للشمس بالعين المجردة بدون أي نظارة شمسية أو فلاتر قد يؤدي للعمى. ليه؟ لأن أشعة الشمس شديدة طبعا في فترة الكسوف، النظر للشمس بيستهوي إطالة النظر ليها، فأشعة الشمس ممكن تحرق شبكية العين. فده يعني التوصية الرئيسية اللي بنوصيها للناس، محدش ينظر للعين للشمس بعينه المجردة أثناء فترة كسوف الشمس. دكتور جاد، النهاردة الكسوف الستاشر في القرن الواحد وعشرين، ويمكن الكسوف الثاني في مدار سنة. لو نقدر نقول تفاصيل كده بسيطة عن الكسوف الجزئي للشمس اللي هيحصل النهاردة. خلينا نعرف الأول ظاهرة الكسوف، لأن في ناس كثيرة بتخلط ما بين الكسوف والخسوف. نعم. الكسوف هو مرتبط بالشمس، لما بيكون القمر واقع ما بين في المسافة بين الشمس والأرض، فبيحجب نور الشمس من السقوط على الارض، بنسميه كسوف. ممكن يبقى كسوف جزئي لو القمر مغطي جزء بس من سطح الشمس، او كلي لو مغطيها كلها، او حلقي لو ان القمر وقع في داخل قرص الشمس وفي حلقه خارجيه من قرص الشمس ظاهر عليه. اللي هنشوفه النهارده هو كسوف جزئي، وهيوصل لنسبه 45% من تغطيه لقرص الشمس. ده آخر كسوف هنشوفه في مصر السنة دي، ومش هنشوف تاني كسوف في مصر غير في أغسطس 2027، وهيكون كسوف كلي، هيكون يعني مركزه في منطقة الأقصر، وده يعني حاليا بدأنا الاستعداد ليه كظاهرة سياحية وترويجية لمنطقة الأقصر. نعم. طب يعني نقدر نقول إن إحنا استعدينا برضو في هذه الأوقات أو النهاردة لأي حدث ترويجي نقدر نعلم بيه طلبتنا، نقدر نسوق بيه لاشياء، هل عملنا ده النهارده يا فندم؟ بالفعل احنا كمعهد يعني بقى لنا فتره، ويمكن السنه اللي فاتت تحديدا اتفقنا مع الاتحاد الدولي للفلك، وقمنا بتاسيس ما يسمى مركز تعليم الفلك للناطقين باللغه العربيه، وفي تعاون مع وزاره التربيه والتعليم لتحديث المناهج في تخصصات الفلك وعلوم الفضاء في اجزاء كثيره مش صحيحه او موقوصه او البيانات مش كامله. فبالفعل يعني بدأنا في الاتجاه ده، وكان في أكثر من دورة تدريبية لمدرسي العلوم في نطاق القاهرة الكبرى، وجاري توسيع الدعم على أنحاء الجمهورية. فيما يخص الكسوف النهارده، في بالفعل حملات ترويجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار. هيكون في فعاليات للتعريف بالظاهرة ورصدها في بهو الأعمدة بمعبد الكرنك في الأقصر، بالتعاون أيضا مع محافظة الأقصر، بالإضافة لعدد من الأماكن الأخرى على أنحاء الجمهورية، في الخارجة، في الوادي الجديد، في أسوان، في متحف النوبه، بالاضافه للمقر الرئيسي في المعهد في حلوان ومرصد الاقطاميه الفلكي. الفكره ان احنا عايزين نعرف المجتمع، سواء المجتمع المحلي او السياح اللي موجودين في الاماكن اللي ذكرناها، ان احنا عندنا في مصر في نشاط علمي، في توعيه بالعلوم والظواهر الكونيه، وده مهم جدا عشان في ناس كثيره بتشر عندهم الشائعات، ده في كسوف يبقى في علامه القيامه هتقوم، ده خلاص والكون هينتهي، اخذا في الاعتبار ان احنا بقى لنا سنتين ولا ثلاثه مع جائحه كورونا، والناس بقى يعني كلها كان عندها حاله رعب وغضب ربنا، والجوامع والكنائس اتقفلت ومفيش عمره ومفيش حج. أيوة. طبعا الكلام ده كله غير صحيح، احنا بنقول دي ظاهره طبيعيه يا جماعه في نطاق الطبيعي، احنا رصدينها وحاسبينها فلكيا من سنوات، ما عندناش اي مشكله خالص. وطبعا في ادله من القران بتقول ان لا الكسوف ولا الخسوف بيكونوا بسبب عشان من اجل احد او غيره، دي ظاهره طبيعيه خالص نستفيد منها احنا فلكيا في جزء مهم جدا، ودايما بيصير اللغط عند العامه مع بدايه الشهور العربيه حساب ميلاد الاهله، و
والنهارده بالفعل الرؤيه بتاع هلال ربيع الاخر كل سنه حضرتك طيبين. يعني نقدر نروج لفكره ان من فوائد الكسوف الكبيره ضبط الاشهر العربيه، وان ده هيفرق مع الناس اللي بتتعامل بالاشهر العربيه. بالفعل مش الكسوف بس، كل الظواهر الفلكيه الكبيره، لان احنا بنقول النهارده الكسوف هيحصل الساعه يوم 25 الساعه 12 الا 5 والكلام ده كله فبنرصده. فلما بنيجي نقول هلال الشهر الفلاني هيتولد امتى وهيكون في اقتران ايه وهيبقى بعد الغروب فتره موكس، اذا الحسابات دي كلها بتكون مدققه بحيث بناكد سواء العلماء الشرعيين او العامه ان الحسابات دي مظبوطه ومفيش اي نوع من الشك فيها. الكسوف هيمر النهارده على مختلف الاماكن ولكن في مواعيد مختلفه. اول مدينه مصريه هتشهد الكسوف النهارده هتكون السلوم، يمكن الاطول في المده ممكن تكون العريش، والاقل هتكون في ابو سمبل. نقول ذروه او الذروه بتاعه الكسوف هتكون في القاهره، يعني تناثرت الاقاويل انها ممكن تكون في حدود الساعه 1 ظهرا، هل ده ممكن ياثر باي شكل من الاشكال على الولاد وهم رايحين او هم راجعين من المدارس او الجامعات؟ لا اطلاقا ما فيش اي تاثير على البشر سواء اطفال او تلاميذ او كبار، باستثناء زي ما حذرنا النظر بالعين المجرده لقرص الشمس وقت الكسوف. ما دون ذلك ما فيش اي مشاكل خالص ان شاء الله. أكيد. إزاي نقدر نستفيد علميا يا فندم من القصة دي أيضا؟ يعني هل يمكن الاستفادة أو كيف يمكن الاستفادة من ظاهرة الكسوف الشمسي؟ يعني هو السؤال ده مهم جدا، وحضراتكم متابعين الفترة الماضية وتحديدا يعني من آخر العام الماضي كان في كلام كتير على تلسكوب الفضاء جيمس ويب والاكتشافات اللي بدأ العالم يوصل ليها من النتائج والصور اللي بيصورها. ده جزء مهم جدا لدراسة الكون والكون العميق، لكن الشمس في المجموعة الشمسية بتاعتنا أحد 200 مليار نجم أو مجموعة نجمية في درب التبانة، وإحنا حاليا بنتكلم ومصر هتستضيف السنة الشهر القادم قمة المناخ. علاقة ده بالتغيرات المناخية والدورات الشمسية، إحنا حاليا في الدورة 25 من دورات النشاط الشمسي وتقريبا داخلين على منتصفها. الدورة متوسط عمرها 11 سنة. كل دي يعني استفادات علمية بيقوم بيها علماء الفلك وأبحاث الفضاء مش بس في مصر على مستوى العالم. احنا أيضا من خلال تعاوننا مع المعاهد المناظرة بنحاول نستفيد من القصص دي، وكان عندنا في الفترات وده مهم جدا في الفترة القادمة تبادل الخبرات بحيث ان احنا نستفيد من خبرات الآخرين. كل الشكر ليك الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.